علي عدة كفارات يمين كثيرة ومتنوعة، هل يلزمني أن أدفع عن كل كفارة 100 ريال؟ أولا ليس الكفارة دراهم، وإنما الكفارة طعام، تدفع طعاما ولا تدفع، أو تدفع كسوة ولا تدفع الدراهم، لأن الله أمر بالإطعام أو بالكسوة أو عتق رقبة، فلا تدفع الدراهم. ثانيا الأيمان، هذه إن كانت على شيء واحد فيكفي كفارة واحدة عنها جميعا، أما إن كانت على أشياء متعددة فكل يمين لها كفارة. نعم.